لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، القوات الحكومية تعتقل 18 مدنيا بحملة دهم وتفتيش في الموصل. في صحيفة المدى، استخبارات نينوى بدون أجهزة تعقب ولا كاميرات ولا ميزانية لمتابعة المطلوبين. في موقع كتابات الحكيم، يضع العراق في مواجهة أمريكا، لا مكان لقواتهم ولن نسمح باستهداف إيران. في الجزيرة نت، الجزائر تواجه مظاهرات العهدة الخامسة بتعطيل الدراسة في الجامعات. في صحيفة العربي الجديد، المعقب في العراق مهنة تنتشر بسبب الروتين والفساد. في صحيفة القدس العربي، استقالة وزير الصحة التونسي على خلفية وفاته 11 رضيعا بمستشفى حكومي. وفي صحيفة الحياة، تعديل موعد عطلة الربيع في الجامعات الجزائرية بسبب التظاهرات. السلام عليكم. تحاول القيادات والشخصيات السياسية المشاركة في العملية السياسية والمتنفذة في الرئاسات الثلاث في الحكومات التي تلت الاحتلال الأمريكي للعراق أن تدعو إلى لقاءات واجتماعات ومؤتمرات، وبين الحين والآخر نسمع ونقرأ عن حوارات أجريت ونقاشات دارت في أروقة الأحزاب والكتل السياسية أو بنايات وقاعات الرئاسات الثلاث، تبحث عن مناقشة وضع ومستقبل العراق ومكانته في المحيط العربي ودوره الإقليمي والدولي. ولكننا لم نلمس أي بادرة مباركة، لا ولا مشروعا واضحا ولا برنامجا متكاملا يحدد مسارات الوضع القادم في البلاد والأطر والأفاق المستقبلية لكيفية حل المشاكل والأزمات التي يعاني منها العراق وأصبحت عبئا وكاهلا ثقيلا على شعبه المكافح الصابر، بحسب مقال للكاتب أياد العناز في صحيفة البصائر العراقية. تبتعد هذه الحوارات عن الحقيقة المؤلمة التي يمر بها العراق، هي بعيدة عن تأسيس المشروع السياسي الذي ينطوي على برنامج سياسي واضح المعالم يراعي مشاكل البلد وشعبه، الذي يكابد نتائج الاحتلال الأمريكي ولا يزال يكابد آثار النفوذ الإيراني، ويدافع عن حقوقه ووجوده من تغيير متعمد وقسري لديمغرافيته البشرية والجغرافية من قبل الميليشيات المسلحة المدعومة والمرتبطة بالنظام الإيراني. بل تأتي هذه اللقاءات لتلبي العديد من طموحات وأهداف القوى والكتل السياسية وأحزاب السلطة الحاكمة في بغداد، التي تسعى لرسم وتقديم خريطة عمل ميدانية تمثل غاياتها وتحقق طموحاتها في المزيد من الهيمنة والتسلط على مقاليد السلطة في بغداد. يضيف الكاتب، المتحاورون ابتعدوا في لقاء برهم صالح عن إيجاد الصيغ الكفيلة لتوحيد الرؤى السياسية والاقتصادية الفعالة في مواجهة التحديات التي يعيشها أبناء الشعب العراقي، والنظر بخلق تفاعلات جادة وفعالة وإجراءات ملموسة داعمة لتحسين الوضع الاجتماعي والمعاشي للمواطنين، وخاصة ملف النازحين وتقديم المساعدات للأهالي وتخصيص الإمكانيات المادية لهم، وهم الذين تركوا دورهم وحاجياتهم وممتلكاتهم بسبب العمليات العسكرية وعدم تحديد آفاق ميدانية سريعة توضح حقيقة الدور الذي يجب أن تقوم به الرئاسات التشريعية والتنفيذية لمعالجة إعادة الحياة للمدن والمحافظات المنكوبة التي تعاني من ضياع وتحطم للبنى التحتية لجميع مرافقها ومنشئاتها الخدمية والصحية والتربوية. تجريف الكرامة في بلاد العدس، هكذا قالها عراقي وهو يحاول لنهار كامل تحت المطر أن يصحح خطأ بسيطا في معاملة راتبه المتواضع في دائرة التقاعد، ويضيف صارخا أمام الناس، إن ضاعت الكرامة فلا داعي للحياة،
ولو عملنا استفتاء على كلمة الكرامة بين العراقيين لرأينا العجب ليس في رجب، بل العجب يسري على كل الشهور والسنوات، والأرجح أن هناك استراتيجيات سعت إلى تجريف كرامة العراقي وتسطيح حياته وتجذير الأمية السياسية وتفكيك النسيج الاجتماعي بطريقة مذلة وممنهجة. هذا ما جاء في مقال للكاتب ياسق ضير البياتي في صحيفة الزمان. وإذا صح أن الإناء يرشح أو ينضح بما فيه، فإن رائحة ما رشح خلال هذه الفترة تزكم الأنوف، لأن ما تعرض له العراقي نفسيا من قوات الاحتلال والنخب السياسية العراقية الجديدة أصبح على أجندات المواطن العراقي جحيما يوميا تفوق صبره وطاقته كبشر. وما كان همسا خجولا أصبح أكثر صخبا من خوار الثيران، لأنه مهما يبلغ الفقر بالعراقي، ومهما يثقل عليه البؤس، ومهما يسيء إليه الضيق، فإن في فطرته شيئا من كرامة تحمله على أن يجد حين يأكل مما كسبت يده لذة لا يجدها حين يأكل مما يساق إليه دون أن يكسبه أو يحتال فيه. منذ سنوات والتدهور يشمل كل شيء في العراق. الخطاب الإعلامي الجاهلي الذي يصنع الكرامات البائسة ويخدع الجمهور بقصص الأوهام الدينية ويؤسس لهم كرامة جديدة بمقياس ريختر لزلازل الكرامة الافتراضية والاستغراق في أحلام اليقظة الموهومة، كلها تدهورت ولم تبقى أي خطوط حمراء. ويكفي أن نتذكر المصائر الكوميدية السوداء التي انتهى إليها المواطن العراقي الباحث عن الكرامة الجميلة في المستنقعات والمجاري والمياه الآسنة للشرب وأوحال مياه الأمطار ومقاهي العاطلين عن العمل وشوارع العراق المرصوصة بتراب المزابل. أي كرامة نتحدث فيها وشعبنا يرزح تحت الفقر والجوع والعوز والبطالة، وملايين المشردين من مدنهم تعيش في خيم انتهاك الكرامة الإنسانية، ومثقفون رواد الجمال يموتون قهرا بصمت العوز والفقر، وعلماء البلد يتفننون باضطهادهم وقتلهم وتشريدهم، والآخرون تمزقهم غربة الأوطان إجبارا. فأي وطن هذا الذي يدعو إلى الكرامة وهو مستباح من جيوش الاحتلال والجيران، وشوارعه وحاراته تمتلئ بالغرباء من كل لون وعرق؟ أي وطن هذا الذي جرف عراق الحضارة ومدنه وحياة العراقي وكرامته وسلمها للأسياد الغرباء على طبق من الذل المهين؟ حتى لو كان المحامي ضياء السعدي الذي انتخب للتو نقيبا جديدا للمحامين في العراق بعثيا ومشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة، فإنه يستحق هذا الفوز وهذا المنصب أو أي منصب يمكن أن يدفع إليه الانتخاب الجديد. هو فاز في سباق انتخابي وليس عن طريق القوة العسكرية مثلا. عن الصراع في نقابة المحامين كتب عدنان حسين في صحيفة المدى. الانتخابات عندنا ليست حرة ونزيهة دائما، والنقباء المنتخبون ليسوا الأفضل والأكفأ والأنزه بين المرشحين، هذا أمر معلوم. معظم النقباء كما أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجالس الهيئات المستقلة وأمثالهم فازوا في الغالب بالمال المسروق والعلاقات الشخصية والحزبية والعشائرية والمذهبية. هذا ما يؤول إلى تضخيم الامتيازات المتحققة وتقوية نفوذ القائم، وهكذا يعاد في كل مرة تدوير نفايات نفسها، نفايات العهد الجديد الذي لم يقدم إلى الناس البديل المطلوب. ففي ظل حكم الإسلاميين لم يصبح مسلمو العراق شيعة وسنة في حال أفضل من السابق، بعضهم يرى أنه الآن في حال أسوأ. في آخر خطبة جمعة أخذ ممثل المرجعية الشيعية العليا وخطيبها في كربلاء على الناس التحلل من الالتزام بالأخلاق العامة والمعايير المهنية المتعارف عليها. هذا كلام صحيح، ولكن على السيد ممثل المرجع الأعلى تفحص الأمر جيدا ليجد أن أكثر من تحلل عن الأخلاق والمعايير في العقود الأخيرة هم الإسلاميون المسؤولون في العراق. رجال دين معممون ومسؤولون من أحزاب دينية وميليشيات لا يترددون عن السرقة والنهب والكذب والدجل علنا أمام الأعين، فكيف سيرتدع الآخرون ويتمسكون بمكارم الأخلاق؟
منح التوتر في المسجد الأقصى في ارتفاع مستمر جراء سعي الاحتلال إلى تكريس سياساته القائمة على الرضوخ للأمر الواقع في ظل التغيرات الجذرية التي أحدثها في السنوات الخمس الماضية تحت مسمى التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف. الاحتلال يلعب بالنار، هكذا كتب عبد الناصر النجار في موقع عربي 21. وخلال الأشهر الماضية حصل تطوران بغاية الخطورة والأهمية في آن واحد. التطور الأول محاولة الاحتلال تغيير واقع المكان بنصب البوابات الإلكترونية عند مداخل الحرم المقدسي، ما أدى إلى هبة جماهيرية كبيرة عندما استشعر الفلسطينيون أن الأقصى أصبح في دائرة الاستهداف القصوى. والنتيجة كانت إزالة البوابات، لأن حكومة الاحتلال أيقنت المخاطر الحقيقية عليها. التطور الثاني ما يتعلق بباب الرحمة، عندما أيقن المقدسيون أن الوضع غير محتمل فبدأوا التحرك وكسروا الأقفال وتمكنوا من الصلاة في الموقع، ما أغضب حكومة الاحتلال خاصة مع اقتراب انتخابات الكنيسة ومحاولة الأحزاب اليمينية العنصرية الحصول على مكاسب انتخابية من خلال تصعيد الاعتداءات في الحرم المقدسي. الاحتلال يصب الزيت على نار المقدسات مستغلاً الانهيارات في المنطقة، لكن سلطات الاحتلال نسيت أن الأقصى خط أحمر تجاوزه يعني أكبر من انتفاضة. إجراءات الاحتلال تقرب المواجهة الكبرى، والأمر مسألة وقت، لأن فتيل التفجير الذي وضعته سلطات الاحتلال في الأقصى وما تحت الأقصى من حفريات يهدد بانهياره. فتيل يعني جر المنطقة إلى حرب دينية، وعندها لن ينفع أي تدخل إقليمي أو دولي عندما يكون شعار المواجهة الاستشهاد أو الأقصى. أي إطار الربيع العربي الذي قال لبعضهم أنه أجهض أو دمر نفسه أو انتهى؟ يثبت الجزائريون أن للشعوب كلاماً آخر، وأن المحافظة على الأنظمة الفاسدة أو المستبدة كما يحلو لبعض الغربيين أن يراهن عليها لحماية الاستقرار ومحاربة الإرهاب، ليس إلا سياسة قصيرة النظر تودي في محصلتها إلى مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار، وإلى إرهاب متجدد، وإلى موجات جديدة من اللجوء والهجرة. فقد خرج عدد كبير من الجزائريين على مختلف مكوناتهم الطبقية أو المناطقية أو الثقافية من أجل العدالة، بحسب الكاتب سلام الكواكبي في صحيفة العربي الجديد. وعلى الرغم من تركيز المتظاهرين على قضية العهدة الخامسة، وبالتالي ونظرياً حصر مطالبهم في مسألة انسحاب الرئيس المقعد والعاجز صحياً عن الحكم من الحلبة السياسية، وعلى الرغم من أن مراقبين متشائمين يعتقدون أن تركيز الاحتجاجات في هذا الاتجاه يخشى أن يكون مدبراً من مراكز قوى جزائرية بصرف النظر عن مسائل بنيوية هائلة التفسخ في المنظومة السياسية الجزائرية، إلا أن القراءة المتفائلة للحدث تدفع إلى الاعتقاد وليس اليقين أن الإصرار على استخدام هذا الملف الرئاسي بتأطير التظاهرات وعنوانتها ما هو إلا وسيلة عقلانية لتعرض أوسع لمجمل المنظومة السياسية العسكرية الأمنية بأشكالها وأبعادها وتفرعاتها كافة. ومن تصريحات المسؤولين الجزائريين وإصرار الجزء الأكبر منهم على اجترار الخطاب الرسمي العربي المعتاد، والذي يشير إلى أخطار خارجية محقة تهدد استقرار البلاد وأمنها، وابتعاد بعضهم عن الاستمرار بتأييد الخطاب الرسمي، يبدو أنه من شبه المؤكد وجود حالة من التخبط في مراكز صنع القرار حيال كيفية التعامل مع هذا الملف، بعيداً عن عقلية شيطنته وتحويله إلى صدامات تستدعي الذكريات الأليمة للعشرية السوداء. منطق الطغاة يعيد إنتاج نفس الدوامة، فالجميع إقليمياً ودولياً يعيد النظر في مسألة موت الربيع العربي، لأن الشعب الجزائري أثبت أن نشيده قسماً بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن ثرنا فحياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. ما زال سؤال الهوية مطروحا بقوة في بريطانيا، ازداد السؤال إلحاحا بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقد بدا أن لكل جماعة أو حزب رأياً في العلاقة مع الآخر المختلف. غلات أطواء المحافظين واليمين المتطرف العنصري يغلف عداءه القومي لأوروبا بإحصاءات تؤكد أن المصلحة في الانفتاح على العالم، كما لو أن لندن ما زالت عاصمة للإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، مقال للكاتب مصطفى زين في صحيفة الحياة. واللافت أن حزب العمال بزعامة اليساري جيرمي كوربن لا يقل عداء لبروكسل من المحافظين، إذ اتخذ موقفا شبه محايدا خلال الاستفتاء على بريكسيت عام 2016، ما رجح كافة المطالبين بالبريكسيت وحجته في ذلك المحافظة على حقوق العمال، علما أن القوانين الأوروبية تضمن هذه الحقوق أكثر من القوانين البريطانية. ولا شك في أن الحزب ينطلق بموقفه من موقع قومي، وهو لم يكن في يوم من الأيام إلا في هذا الموقع، سواء كان ذلك في عصر الإمبراطورية أو فيما بعد ذلك. وباسم بريطانيا العظمى تحالف زعيمه توني بلير مع بوش الابن في حربه على العراق، وبهذه الصفة أيد إسرائيل عندما عينه بوش رئيسا للرباعية الدولية التي غطت كل الجرائم الإسرائيلية ومهدت لتطبيع بعض العرب مع الدولة العبرية. ويؤكد أزمة الهوية موقف اسكتلندا وإيرلندا من قضية البريكسيت الأولى تهدد بالانفصال عن المملكة المتحدة إذا تم التلاق مع أوروبا دون اتفاق يرضيها، والثانية معرضة لعودة الحرب الأهلية وتكريس التقسيم. الأمم لا تولد مثل الأفراد بهوية محددة فهويتها في تشكل دائم، وبريطانيا التي تعيش أزمة هوية الآن لا تختلف عن غيرها، فعلى رغم استقرارها هناك ما يحرك مكوناتها التي تبدو منسجمة في الظاهر لكنها معرضة للتفكك. على مدار السنوات الماضية كانت حكومة الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء احتمال وجود مشكلات تتعلق بنقص المواد البالغة الأهمية للتكنولوجيا مثل البطاريات والمغناطيسيات المستخدمة في حلول الطاقة النظيفة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، ما يهدد أمن الطاقة في الدولة الصناعية الأكبر في العالم. مؤخراً اكتشف باحثون من جامعة روتجرز مصدراً جديداً محتملاً للعناصر الأرضية النادرة وطريقة صديقة للبيئة لإخراجها، ويمكن أن يفيد هذا النهج تكنولوجيا الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات المتقدمة والأجهزة الإلكترونية الحديثة مثل الهواتف الذكية ومكبرات الصوت والأقراص الصلبة وغيرها. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.